أمثلة على الشرك الأصغر، الحلف بغير الله، يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، يحلف بالأولياء، يحلف بياسين. بعض الناس في بعض هذه الدول يحلف بياسين، ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولوا أن اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هل غير صحيح؟ يحلف بحياته، بحياة الأب، بتربة القبور، هذا كله من الشرك الأصغر. يقول لولا فلان لحدث حادث، لولا كابتن الطائرة لسقطت الطائرة. نعم، الأصل أن يقول لولا الله وحده، أو لولا الله ثم ترتيب مع التراخي فلان. نعم، ví dụ như người đó nói nếu không vì một người này thì tôi đã không làm như vậy và những lý do tương tự như vậy, chúng ta hãy nói nếu như không vì Allah thì tôi đã không làm như vậy.